صباح الخير. رايح لشخص أتعرف عليه، ظهر في صورة، رغم أنه هاي الصورة كانت بسيطة، صورة تخيلوا صورة مثلت الأردن أحسن تمثيل، خلت العالم والإعلام العالمي ينتبه على هاي الدولة الصغيرة البسيطة اللي موجودة في قلب منطقة الشرق الأوسط. صورة واحدة لخصت مقالات كتبت في مديح الأردن. تحركنا شوية بكير، تقريباً الساعة 7 الآن، أنا على منطقة خلينا نحكي مرتفعة بانوراما، كم كيلو بنصير لتحت وبعدين نتجه إلى الشمال إلى مناطق الشون الشمالية، الأغوار الشمالية، وهنا أنا كل هاي الفترة عماني بلحق فقط صورة بحب أعرفكم عليها ويمكن تتذكروها. الله أعلم عمرها 10 سنوات 9 سنوات أو يمكن أكثر من 10 سنوات، رايح أتعرف لهذا الشخص اللي موجود في الصورة، ما عندي معلومات كافية، بدي إياكم تعيشوا معاي، يعني نسميها المشوار، نتعرف على هذا الشخص. وهذا رأيي الشخصي، إنه صورة من هذا النوع بتجسد معاني الإنسانية، لها علاقة بشكل مباشر في معاني الاستقلال، في معاني عيد الاستقلال اللي إحنا بنتذكره، استقلال المملكة الأردنية الهاشمية التي ما تزال تعطي إلى الإنسانية دروس. كونوا معي. سيد توفيق، الله يعطيك العافية. الله يعافيك ويمسيك بالخير. الله يعافيك ويبارك. وأخيرا التقينا. حياك الله يا سيدي، بارك الله فيك. الصورة اللي أنا ورجيتك إياها، اللي أنت كنت فيها في خدمة يعني عسكرية أيضا إنسانية طبعا مع الجيش العربي خارج حدود الوطن، هذه وين كانت وأي سنة؟ والله يا سيدي بالنسبة لهذه الصورة أتوقع قبل 11 أو 12 سنة، ب 2008. كنت ضمن قوات حفظ السلام في منطقة في دولة هايتي مع القوات الأردنية، الكتيبة السادسة أتذكر في ذلك الوقت، وأنا كنت موفد من الدفاع المدني مع الكتيبة كضابط سلام عام ضمن كتيبة المهمات في هايتي. أنت بالأصل دفاع مدني؟ دفاع، نعم كنت أداهم بالدفاع المدني. ولما بأخذوا يعني لقوات حفظ السلام بأخذوا من كل الأجهزة؟ نعم بأخذوا من الدفاع المدني من الدرك زي هيك يعني. بذكر الصورة كان على كتفك تاج. كنت رائد. يعني كنت رائد. كنت رتبة رائد، نعم. كنت رائد. الأيام. الآن أنت متقاعد؟ نعم، بعد ما جيت من هايتي خدمت تقريبا سنة ونص، ترفعت مقدم وبعدين تقاعدت. أنت مواليد مناطق الأغوار الشمالية؟ نعم، أنا مواليد الشون الشمالية في عام 1962، درست في الشون الشمالية وبعد هيك التحقت بالدفاع المدني وخدمت فترة طويلة والحمد لله. بالدفاع المدني وين خدمت؟ شو المناطق؟ والله تقريبا خدمت أغلب المناطق، في العاصمة عمان خدمت، في محافظة المفرق خدمت، في محافظة جرش، في عجلون، في مادبة، أيوة. ونهايتها كانت وفي إربد وآخرا في السلط. ممكن نعم. نرجع على الصورة؟ نرجع يعني بس. أنا شفتك في هو نهر كأنه كان أو مش عارف يعني قناة مي ولا كيف، وكنت ماسك معك طفلة يعني كأنك كنت تعديها، أو ممكن نسمع قصة الصورة هاي؟ قصة هذه الصورة أتذكر في ذلك الوقت اللي هي بتاريخ بالضبط لغاية الآن يعني مش ناسي أنا، اللي هو 7/9/2008، سابع يوم من رمضان، يعني كانت زي هالأيام، زي الأيام، نعم كنا صايم، كان صيام 7/9/2008. وردت مكالمة لغرفة عمليات القوات المسلحة في هايتي إنه في فيضانات وكان في إعصار، نعم. وقريب من هذه المنطقة وهذا السيل إحدى المدارس، أيوة نعم، فهي المنطقة تقريبا كانت ضمن الواجب القوات الأردنية، نعم، ضمن إدارتكم، نعم نعم ضمن اختصاصنا يعني، نعم. فطلب مني قائد الكتيبة في ذلك الوقت أذكر اسمه العقيد زكريا فريحات، وتم تجهيز تقريبا 14-15 فرد بين ضابط وضابط صف، وقمنا طبعا إيش من أجل إجلاء هؤلاء الطلاب من صفوفهم. هم تحاصروا في مدرستهم؟ تحاصروا في مدرستهم، نعم صحيح، وما في مجال تصلهم لا بسيارة ولا بقارب ولا بإشي، يعني ما فيش مجال إلا المسافة تقريبا ما يقارب كيلو ونص سباحة مشي داخل السيل، أيوة أيوة، والحمد لله وصلنا للطلاب، وكان عندهم تقريبا 45 مع الإداريين والمعلمين الموجودين في المدرسة، تم إجلائهم كاملا
احنا والشباب اللي معي الفريق كامل واخراجهم لمناطق امنه. قديش اخذ معكم وقت مثلا؟ والله اكلت معنا وقت تقريبا بجوز من الساعه 10:00 صباحا لغايه الساعه 2:30. نعم، لانه كله المشي كان اثناء المسير يعني والمي جاريه، وبتعرف الواحد ماشي على بركه رب العالمين، شو تحتك شو ماشي. طبعا 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 مفهوم. فهي اخذت وقت معنا مش اقل من 4-5 ساعات لما انتهينا من الموضوع، لكن بفضل الله عز وجل لم يعني يصاب اي طفل باذى او حادث غرق، الكل طلع بصحه وسلامه. وهي رفعت من يعني صوره الجند الاردني، اتذكر في ذلك الوقت من قبل الشعب الهايتي ومن قبل الامم المتحده الموجودين، وتم تكريم الكتيبة وتم تكريم قائد الكتيبة وتم تكريم يعني من الامم المتحده بشكل عام للكتيبة. ما شاء الله ما شاء الله، الله يعطيكم العافيه. نعم. البنت هلا هاي صارت صبيه؟ والله الله اعلم عاد. والله هاي البنت يعني هاي الطفله ما بعرف يعني يمكن في يوم من الايام يمكن تحكي قصتها والله، قد تظهر في مقابله ما وبعدين هي كمان تستخدم هاي الصوره. احتمال احتمال يعني احتمال المستقبل. تتذكر شو كان اسمها او والله يعني اقول لك لا اتذكر، لانه انت اصلا نقلت العديد من الناس يعني. اكثر من شخص نقلنا احنا. نعم. وكان اكثر يعني ما في مجال الواحد انه يستوعب، ولها فتره طويله يعني حتى لو ان اسمها بزنسي انا ما. نعم. صراحه مش ذاكره حد الان يعني. سيد توفيق هذه اخذتها انت من هناك يبدو. اه نعم. متذكر مين في من هالشباب؟ لانه هي في كمان شباب غيرك يعني. والله متذكر الشخصين منهم اللي هو هذا نقيب. شو كان اسمه؟ بلكي سمع حاله. نقيب صقر الحميدة. أها. نعم. في مقدم اسمه عمر العموش. أيوة. نعم. وفي دكتور اسمه محمد الخوالدي طبيب. أتوقع يعني هيك الأيام الواحد يعني مش دائما. ولما تهسى يعني كانت الذاكرة إني أتذكر الجميع كلهم خير وبركة. شو عندك مثلا الله يخلي لك عائلتك؟ الحمد لله يعني ربنا أكرمنا عز وجل بأربع أولاد وثلاث صبايا ما شاء الله. الحمد لله البنات كملوا جامعة يعني الحمد لله ما شاء الله. وفي عندي كمان الكبير كمل جامعة والحمد لله ماشي بشغله يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مستورة. وكلياتهم حولك وحوليك في مناطق الأغوار؟ الحمد لله رب العالمين. في ناس التحق في الخدمة العسكرية؟ في عندنا اثنين حاليا ما شاء الله. وين هم؟ الدفاع المدني. ما شاء الله. واحد منقذ حتى منهم غطاس يعني. غطاس ما شاء الله. استاذ فؤاد في عندي كمان صوره بدي اوريك اياهم، بدايه عسكريتي. تفضل هاي اول صوره. هذا دفاع مدني ها؟ نعم، بعد ما تخرجنا من التدريب تم توزيعنا على مطار عمان المدني في ماركه هذيك الايام. يعني هون كم عمرك مثلا؟ هذا الحكي ب 1983. طيب 83. نعم. الدفاع المدني كان يلبس الفوتيك الزيتي تقريبا. الكاكي يعني الكاكي الاخضر. لسه. نعم. لا كانوا داخلين على الكحلي ولا درجات ولا شيء ولا مو كله كان كاكي اخضر زي هيك. وشوف هالاليه اللي. نعم. ورا هاي وهي بروتكتر اطفاء، هاي تستخدم في اطفاء يعني الطائرات في المطارات. يا والله صار تاريخ. هذا. نعم صحيح. وهذه كمان هاي الصوره سيدي، هاي في جنب شيك المطار هذا الصورة أخذتها. أيوة. نعم. والله مبين. نعم. يعني بالثلاث وثمانين 83 84 أتوقع زي هيك. يا ويلي. يعني بعد المدرسة فورا. نعم أتوقع بعد التوجيه. بعد التوجيه يعني. نعم. أيوة. بعد الثانوي العام. بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد، كل عام والشعب الأردني بألف خير، والله إن شاء الله يبعد عنا هالغمة اللي صارت بخصوص موضوع الكورونا. وتحية أيضا للقوات المسلحة الأردنية ولقائد الجيش جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد الاستقلال ويوم الجيش الذي يصادف يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى، وربنا يحمي البلد إن شاء الله. بعتقد هاي الناس اللي يمكن بتستحق إنه نزورها وتكون معنا في مقابلات وتدخل بيوتكم نتعرف عليهم ونشوف شو أخبارهم كيف أحوالهم. مثل هدول خير سفراء للبلد، رفعوا اسم البلد، رفعوا راية البلد، الله يحميهم. كل التحية لأمثال هؤلاء. أنا اليوم بصراحة سعيد اللي وصلت لهذا الإنسان وشفت كيف عايش وين ومع مين، ما زال بحب بلده. يعني صورة مثل هيك انتشرت في وسائل الإعلام العالمي، يعني مرت في ذاكرتنا توقفنا عندها. أشوف جميل رجعنا لها بعد 12 سنة. كل سنة وانتم سالمين ورمضان كريم.